أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أهمية تعزيز التنسيق الخليجي في مجال التخطيط العمراني وتطوير مخرجاته حسب المعايير العالمية، لما لذلك من أهمية في تقوية أسس التنمية الشاملة واستدامتها، مشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين حددت هدف الارتقاء بمستويات التخطيط العمراني بالاتساق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 مما يتجسد في المرسومين الذي أصدرهما حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى بتشكيل اللجنة العليا للتخطيط العمراني والتي يترأسها سموه واعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي فالتنمية العمرانية والحضرية تعد من أبرز ملامح البرامج الوطنية للتطوير والنماء والتي ترفد تقدم مختلف مسارات التنمية جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله ورعاه مجلس ابو ظبي للتخطيط العمراني حيث اطلع سموه على البرامج والمشاريع التي ينفذها المجلس واكد سموه التطلع الى تعزيز قنوات التعاون مع المجلس بما يحقق مردودا ايجابيا ويشكل اضافه نوعيه الى بنيه العلاقات الاخويه المتميزه مع دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه. ونوه سموه بالنموذج العمراني في الامارات الشقيقه معتبرا ان نجاح الاشقاء في اي دوله من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه هو نجاح لكافه الدول الاعضاء وهو مكسب يفتخر ويعتز به الجميع